مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بكم معانا وحلقه جديده وهنا ماسبيرو. هكون مع حضراتكم من خلال حلقه النهارده وهنبتدي اول فقره واهم واخر الاخبار. اكيد اهم خبر عندنا النهارده هو زياره سياده الرئيس لدوله قطر، وده النهارده اليوم الثاني، والخبر بيقول الرئيس السيسي يجري مباحثات ثنائيه مع الامير تميم بالديوان الاميري. الرئيس السيسي يؤكد لامير قطر انفتاح مصر لتعميق العلاقات الثنائيه على جميع الاصعده. والرئيس السيسي ايضا يلتقي في الدوحه ممثلي رابطه رجال الاعمال القطريين عشان نتعرف اكتر على اهميه هذه الزياره في الوقت الحالي. معي على الهاتف الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحده الدراسات العربيه والاقليميه بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه. دكتور محمد مساء الخير. دكتور محمد، مع حضرتك. دكتور محمد، لو قلت لحضرتك بالنسبة للزيارة، زيارة سيادة الرئيس لدولة قطر، ودي طبعا كانت بدعوة من أمير دولة قطر، لو قلنا أهمية الزيارة دي في الوقت الحالي وأهم بنود مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها اليوم بين الجانبين المصري والقطري. أولا، هذه الزيارة بتعكس رغبة القاهرة في تصفير مشكلاتها مع بعض الدول التي كان لديها مشكلات معها في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، وفي مقدمتها قطر. تم تجاوز الى حد كبير الشوائب التي كانت تعكر صفو هذه العلاقات على مدى عده سنوات بعد التوقيع على اتفاق العلا. هذه الزياره بتعكس رغبه الجانبين بدء صفحه جديده على اسس تعكس المصالح المشتركه بين كل من القاهره والدوحه، في ضوء الادوار التي اطلعت بها اللجان التي من شأنها التعامل مع القضايا العالقة ما بين البلدين. النقطة الثانية، هناك توجه من جانب القاهرة لتعزيز علاقتها مع الدول العربية بما يؤدي إلى تطوير العمل العربي المشترك. كما تعلمي حضرتك، نحن لدينا قمة عربية مقبلة بالجزائر، هناك زيارات عديدة قام بها السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، علاوة على استقبال سيادتي لعدد من قادة وزعماء الدول العربية ومنهم أمير دولة قطر الشيخ تميم في يونيو الماضي. النقطة الثالثة، أن من الواضح أن هناك تركيز من جانب القاهرة على تطوير العلاقات الاقتصادية بما يعكس العلاقات السياسية. لذلك نجد أن هناك مذكرات تفاهم في مجالات متعددة وفي مقدمتها ترتبط بالتجارة والاستثمار تم التوقيع عليها خلال زيارة السيد الرئيس. نحن نتحدث عن ملفات ترتبط بالاستثمار خاصة في قطاع الطاقة والغاز ما بين القاهرة والدوحة. لو احنا بنتكلم طبعا على الاستثمارات ان شاء الله مرتقبه ما بين مصر وقطر، وسياده الرئيس كان وصى ان يكون في مؤتمر كبير اقتصادي في نهايه الشهر، فبرضه اعتقد ان المذكرات دي ممكن يعني هيضم المؤتمر القادم ان شاء الله البنود اللي جت فيها. بالظبط، فعلا الارتقاء بالعلاقات الاقتصاديه، زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات العربية إلى مصر. نجد أن هناك تدفقات من جانب الاستثمارات الإماراتية، استثمارات سعودية، استثمارات كويتية، استثمارات قطرية إلى السوق المصري، وفي قطاعات مختلفة ترتبط بالسياحة والقطاعات والبنوك والتعليم والترفيه والقطاع العقاري. هناك اهتمام من جانب مصر لأن يكون الأولوية للاستثمار الخارجي للاستثمارات العربية بدرجة رئيسية. أعتقد أن هذه الزيارة سوف يتلوها عمليات للتقييم والمتابعة من جانب الأجهزة المعنية بغرض تطوير العلاقات السياسية ما بين القاهرة وقطر في سياق تطوير العلاقات المصرية العربية. مهم جدا أسأل حضرتك على العلاقات السياسية، احنا ان شاء الله بنتمنى ان الزيارة دي بتجني ثمارها اقتصاديا وفي الاستثمارات الخاصة بمصر، ولكن سياسيا قدام العالم كله، يعني كان في فترة جفاء طبعا ما بين مصر وقطر، لكن الحمد لله رجعت المياه لمجاريها، ده عالميا صدقي. والله ده بيعكس رسالة أساسية إن العلاقات بين مصر وقطر تم تجاوز الكثير من القضايا العالقة ما بينها خلال الفترة الماضية.
لجان التقييم والمتابعه طوال الوقت بتحط بعض التقييمات بغرض تصويب بعض الاوضاع. اللي عايز اقوله كانت عندنا بعض الملفات الخلافيه سواء فيما يرتبط بدعمهم لجماعات بتنتمي لتيار سياسي مارس العنف وصار منظمه ارهابيه وفق القانون المصري، اعتقد في تم تجاوز الى بدرجه كبيره في هذا السياق. تم التجاوز ولا تم التعامل مع الملفات دي بشكل مرضي للطرفين؟ طبعا يعني مصر لا يمكن ان تم تجاوز، يعني احنا تملي طول الوقت تصورنا اللي احنا مش هنحط ايدينا مع طرف على حساب الدوله المصريه. طبعا. واعتقد ان الاجهزه المعنيه وتحديدا وزاره الخارجيه، جهاز الاستخبارات، بعض الاجهزه المعنيه في البلاد مهمتها هو كيف يمكن تامين المصلحه الوطنيه للدوله المصريه. اضف الى ذلك ايضا التعامل مع مساله الامن في ليبيا، لان التطورات اللي كان جايه في ليبيا، وهنا نجد ان زياره الدبيبه والسيد عقيله صالح الى الدوحه في هذا السياق، لانه لا يمكن ان يتم انجاز اي ترتيبات فيما يتعلق بالمساله الليبيه الا باخذ في اعتبار مصالح الدوله المصريه، بالاضافه الى السياق العربي العام، لان مصر من مصلحتها التركيز على حاله التوافق ما بين الدول العربيه اللي هي تعد مساله رئيسيه خلال الفتره الماضيه والتي يمكن البناء عليها بما يعزز العمل العربي المشترك كما اشرت في بدايه حديثي. ان شاء الله يا رب زياره مثمره وعلاقات طيبه لمصر مع كل الدول، ودي طبيعه مصر دايما يعني بيلتف حولها كل الدول سواء العربيه او الافريقيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا للدكتور محمد عز العرب رئيس وحده الدراسات العربيه والاقليميه بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه. ده كان اول خبر معانا، لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. لسه مستمرين مع حضراتكم، ودايما يوم الاربعاء بيكون في الاجتماع الاسبوعي لرئاسه مجلس الوزراء، وفي الحقيقه بيتم مناقشه العديد من الملفات والقضايا في هذا الاجتماع. وعشان نتعرف اكتر على ما تم اليوم، معي على الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. استاذ كمال مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك. ولو حضرتك تعرفنا اهم البنود اللي النهارده او التوصيات اللي تم يعني كده سردها من خلال اجتماع اليوم، اللي اعتقد اللي هي كان على يعني مقدمتها البدء في الاعداد المؤتمر الاقتصادي طبعا طبقا لتوجيهات سياده الرئيس. بالفعل النهارده الحقيقه مجلس الوزراء استعرض العديد من الملفات، منها طبعا تقرير قدمه وزير الصحه، كان في عدد من المحاور منها الموقف الوبائي الفيروس كورونا، وايضا كان من ضمن محاوره استعدادات وزاره الصحه لاستضافه مؤتمر المناخ كاب 27 في شرم الشيخ، وايضا كان فيه ضمن المحاور اللي ناقشها الاجتماع البدء في الاعداد للمؤتمر الاقتصادي اللي وجه به السيد الرئيس ان شاء الله هيعقد قريبا. الحقيقه رئيس الوزراء اشار الى ان الحكومة بدأت الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي تستمع خلال آراء الخبراء والمختصين، وأشار أنه تم بالفعل البدء في الإعداد للمؤتمر وجلساته والموضوعات التي تناولها الجلسات مختلف القطاعات، وأشار إلى التنسيق مع الوزراء المعنيين ومختلف الجهات المعنية لهذا المؤتمر. هل حضرتك شايف ان ممكن هيكون في جديد في تذليل العقبات ما بين نقول الوزارات المختلفه والمستثمرين؟ لان احنا حضرتك دايما بنقول اللي موقف عمليه الاستثمار شويه بيبقى فيه يعني صعوبات معينه، هل احنا وصلنا ان احنا ممكن ان شاء الله يكون في تذليل العقبات دي عشان العجله تستمر؟ ده الهدف الاول الحقيقه من المؤتمر، ويمكن رئيس الوزراء بالامس كان عقد اجتماع مع اتحاد الصناعات ومع المستثمرين، وطلب منهم ان يتم اعداد ورقه عمل هيتم اعدادها من خلال اتحاد الصناعات ومن خلال رجال اعمال ومستثمرين، هيحددوا فيها ايه مقترحاتهم، ايه متطلباتهم، ايه التحديات اللي بيواجهوها، عشان على طول الحكومه تبدا على الفور في اتخاذ كل الاجراءات اللازمه لتذليل اي عقبات تواجه الاستثمار وتعمل على تشجيع الاستثمار. فده طبعا هيكون من ضمن اهم اهداف المؤتمر الاقتصادي. مجلس الوزراء زي ما قلت لحضرتك يعني ناقش ايضا عدد من الملفات الاخرى، منها التقرير اللي قدمه وزير الصحه حول اخر مستجدات فيروس كورونا. الحقيقه الوزير اشار الى انخفاض حالات الاصابه وانخفاض حالات الوفيات وارتفاع عدد من تلقوا التطعيم، ايضا اشار الى
حزمه الاجراءات اللي بتتخذ لتعزيز جاهزيه والاستعداد ضد مرض جدر القرى ده اللي كان ظهرت حاله منه واحده في مصر حتى الان، وتم اتخاذ الاجراءات حيالها. ايضا هل حضرتك بيتم مثلا نقول يعني دراسه ان ممكن يكون في تطعيم ما لل، انت عارف حضرتك ده كان او قيل اللي اخذ تطعيم الجدري قبل كده ممكن يكون ده شويه ما يعني مصان من المرض ده، هل ممكن هيبقى فيه جرعات معينه بقى للاجيال الجديده؟ هو في فكر يعني لده؟ يعني ما فيش تطعيم محدد خاص بموضوع جدر القرى، لكن التطعيم ضد فيروس كورونا هو اللي يمكن موجود ومستمر وفيه زياده في. طب بالنسبه لجدر القرى ده فيها حالات يعني، لان اعتقد المرض بينتقل اكتر بحاجات خاصه بالتلامس و ايوه، فالاجراءات الاحترازيه هي الاحوط يعني، ودي ان شاء الله يعني حاجات مش موجوده في المجتمع المصري، فالحمد لله احنا في الجزئيه دي. يعني هي الحاله حتى اللي ظهرت حاله قادمه من اسبانيا وتم اتخاذ الاجراءات والحاله مستقره، يعني مع ذلك الحمد لله ما فيش انتشار للمرض، يعني ما فيش تفشي. والتطعيم الخاص بالتطعيم الخاص بالكوفيد ده ان شاء الله هيكون مع ده سنوي بقى، هيكون في جرعه تنشيطيه سنويه. ده حقيقي، ده يعني الحمد لله في استمرار للتطعيمات في جرعه تنشيطيه بشكل سنوي والتطعيم مستمر. أيوة. النهارده ايضا من ضمن الحاجات اللي عرضها وزير الصحه ملامح خطه التامين الطبي لمؤتمر كوب 27 اللي هتستضيفه مصر في نوفمبر ان شاء الله، والوزير اشار الى ان الخطه تتضمن توفير عيادات ثابته ومتنقله وفي الحجر الصحي داخل الفنادق، ايضا في رفع درجه الاستعداد في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وايضا في توفير وحده قسطره قلبيه في المستشفى، في ايضا رفع درجه الاستعداد في مختلف المستشفيات، في اقامه مستشفى مصغر، في توفير مليون ونصف مليون اختبار للتشخيص السريع لكوفيد مرض كوفيد او فيروس كورونا. الحقيقه في الكثير من الاجراءات اللي تم الاعلان عنها لاستعدادا لهذا المؤتمر الدولي المهم اللي بتستضيفه مصر. أيوة. كان في مجموعه من القرارات وافق عليها مجلس الوزراء خاصه بتخصيص مساحات لمناطق صناعيه، في يعني قرارات خاصه بمشروعات استثماريه، يعني الحقيقه كلها قرارات تخص مشروعات تنمويه في مختلف المحافظات. ان شاء الله يا رب يكون صدى كل الاجتماعات وكل القرارات دي، يظهر في القريب العاجل، وان شاء الله يكون كلها يعني تدينا كده طاقه ايجابيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الاستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. وصلنا مع حضراتكم لخبر وبيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، الدكتور سويلم يجتمع مع قيادات الوزراء ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلي لمتابعة موقف المشروعات الجارية وسبل التعامل الفعال مع التحديات الحالية، عشان نتعرف أكثر على آخر الملفات الخاصة بمشروعات الوجه القبلي بالنسبة لوزارة الموارد المائية والري. معي على الهاتف المهندس محمد أحمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. باشمهندس محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ولو طبعا بنتكلم يعني الحمد لله المشروعات من الوجه البحري للقبلي، لكن النهارده لو احنا هنركز على مشروعات الوجه القبلي، التحديات وابرز المشروعات اللي تم مناقشتها اليوم. بالنسبه للوجه القبلي دائما ومنطقه واقليم الصعيد بيحظى دائما باهتمام الدوله المصريه، في مشروعات عديده بيجري تنفيذها في مجال الموارد المائيه سواء في الوجه الابلي او الوجه البحري، لكن يمكن الوجه الابلي ليه خصوصيه يمكن اكثر شويه من الوجه البحري فيما يخص مشروعات الحمايه من اخطار السيول، نظرا لوجود العديد من المخرات السيول اللي موجوده في جبال البحر الاحمر وبتنتهي عند الوجه الابلي. المخرات دي الوزاره بتبدي لها اهتمام كبير جدا، وبالذات فيما يخص تطهير وصيانة هذه المخرات، لأنه مهم جدا ضمان عدم وجود أي عوائق في هذه المخرات، وخاصة إن إحنا يعني خلال الفترة القادمة هنبتدي في موسم الأمطار الغزيرة والسيول. فإحنا بناخد دائما إجراءات استباقية، مش بنستنى إن السيل يحصل ونتفاجئ بيه، ولكن إحنا قبليه بشهور بنكون مستعدين من خلال قيام الادارات المركزيه في الوجه الابلي بالمرور بشكل دوري على جميع المخرات اللي موجوده في زمام هذه الادارات علشان يضمنوا تطهير هذه المخرات وعدم وجود اي مخلفات او مخالفات من بعض الاهالي، لان طبعا
ده امر شديد الخطوره لانه اي طبعا. طب لو قلت لحضرتك على ارض الواقع فعلا رصدتوا كم من المخالفات دي، ودي يعتبر ده هو اكبر جزء من التحديات اللي بنتكلم عنها؟ هو بالفعل ده احد التحديات، ولكن الحمد لله بيتم الازاله الفوريه لاي مخلفات او مخالفات من اهالي موجوده، بيتم ازالتها على الفور، لانه انسداد هذا المجرى خطير لانه بيعوق مياه السيل وبيسبب طبعا الميه بتقعد تتراكم امام اي عائق موجود وممكن تسبب غرق لا قدر الله. فلازم يكون مخر السيل بالكامل من اوله لاخره نظيف تماما، ما فيهوش اي عوائق تمنع انسياب الميه في هذا المخر وصولا الى نهر النيل او احد الترع او المصارف الكبرى في الوجه الابني. فبالتالي بنقدر ان احنا الحمد لله نحمي المواطنين من هذه الاثار التدميريه للسيول، بالاضافه ايضا للمشروعات اللي بينفذها قطاع التوسع في الوزاره، مشروعات كبيره للحمايه من اثار السيول، بيتم تنفيذ اعمال صناعيه، سدود توجيه وبحيرات صناعيه وخلافه لابتعاد كميات من مياه السيول وحمايه المنشات او الطرق او البنيه التحتيه اللي ممكن تتقاطع مع هذه المخرجات، حمايه المنشات وفي نفس الوقت الاستفاده من مياه السيول. طب بالنسبه برضو لطرق الري، برضو كان في خبر بيقول ان الري الحديث جزء من منظومه الري المتكامله ويجب الدراسه من جميع الابعاد، ده بالنسبه للمشروعات الجديده، وهيكون في يعني فرض غرامات على في حاله تبديد المياه، حاله استخدام الري بالغمر في الاراضي الرمليه. وصلنا لفين في الموضوع ده؟ بالضبط، هو بالفعل في تشديد كبير جدا من الوزاره انه جميع الاراضي الرمليه بتستخدم انظمه الري الحديث، واي شخص بيخالف هذا الامر وبيستخدم الري بالغمر في الاراضي الرمليه بيفرض عليه غرامات تبديد للمياه. اما بالنسبه للتوسع بشكل عام في الري الحديث في الاراضي الصينيه، ففي الفتره الحاليه بيتم تقييم مرحلي لهذا المشروع، وخاصة انه الامر محتاج دراسة دقيقة فيما يخص التحول لانظمة الري الحديث، باعتبار انه عملية العمل في الري الحديث هو جزء من منظومة اشمل تخص المنظومة المائية بالكامل، والامر بيستلزم عمل دراسة وتقييم مرحلي في الوقت الحالي بالتنسيق طبعا مع وزارة الزراعة. بيكون في طبعا زيارات ميدانية على طول عشان رصد لو في اي مخالفة او اي حاجة، مش كده؟ اه طبعا، عندنا ادارات بتتابع في الاراضي الرمليه اذا كان في اي مخالفه، واستخدام انظمه ري بالغمر على الفور بيتم فرض غرامات تبديد المياه على هذه الاراضي. ايوه. طيب بالنسبه لبرضه مواصله العمل على حصر املاك الوزاره واختيار افضل السبل لاستثمارها، شايف حضرتك ايه هي املاك الوزاره اللي ممكن تكون تنفع ك يعني يتعمل عليها مشاريع استثماريه، واهم هذه المشروعات؟ لا، هو في املاك متعدده للوزاره، لان يمكن شبكه الموارد المائيه بتتميز بوجودها في كل مكان في الوادي والدلتا، وبالتالي املاك الوزاره عديده. الهدف هنا ان احنا بنعمل حمايه لاملاك الوزاره من التعديات، لانه في بعض التعديات بتعوق اصلا عمل الوزاره، بتعوق اعمال التطويرات، بتعوق اعمال صيانه المجاري المائيه، وفي املاك من الممكن استخدامها بشكل يعظم من ايرادات الدوله، وده شيء طيب بنسعى اليه خلال الفتره الحاليه. هل ممكن المشروعات دي تكون يعني يشترك فيها اكثر من وزاره؟ يعني لو في مكان، هل المشروعات كلها لابد ان تخص موضوع المياه والموارد المائيه، ولا ممكن يبقى وزارات اخرى، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه؟ لا لا، على الاطلاق، هو كل يعني حاله وكل منطقه بيتم دراستها وبحث افضل السبل لاستثمار هذه الأملاك بالشكل المتناسب مع المنطقة والبيئة واحتياجات السكان في هذه المناطق. يعني كل منطقة لها دراستها الخاصة بها، وده اللي بالفعل بتشتغل عليه الوزارة في الفترة الحالية. أيوة طبعا، هي مجهودات الوزارة يعني ما شاء الله، نقدر نقول فعلا ان هي مجهودات عظيمة. اخيرا بقى، رد فعل الناس ايه؟ يعني احنا لو دايما بنقول ان كان في يعني هي ثقافة قديمة على زي ما حضرتك عارف التعديات والكلام ده، الناس لما شايفة المجهودات دي من الوزارة، شايف حضرتك رد الفعل ايه ومدى رضائهم ايه؟ هو الحمد لله كل احنا دايما بنقيس الموضوع دوت بنسبة الشكاوى واعداد الشكاوى وقدرة منظومة المية على توفير احتياجات المنتفعين، بالذات في فترة اقصى الاحتياجات اللي هي نقدر نقول الفترة من شهر 5 لغاية شهر 9/10 اللي بيبقى فيها احتياجات عالية جدا. الحمد لله فترة اقصى الاحتياجات حتى الان مرت بسلام تام الحمد لله،
بشكاوى محدوده. طبعا وارد ان تحصل شكوى، ولكن بيتم الاستجابه الفوريه لهذه الشكوى والتعامل معها، ودوت بيعكس ان في رضا الحمد لله بنشهده في من خلال اهالينا المزارعين في كل مكان، ان الميه بتوصل للمزارع بالكميه اللي هو عايزها وفي الوقت اللي هو عايزه بالجوده المطلوبه. ده بينعكس على رضا المزارع، وده الحمد لله يعني الهدف من كل المشروعات اللي الوزاره بتنفذها والمجهودات والاجراءات اللي بيتم اتخاذها، انه الميه توصل للمنتفعين بالكميات وبالجوده المطلوبه بالمعاد وفي الوقت المناسب. لو قدرنا نحقق هذا الهدف فدوت الهدفنا الرئيسي اللي احنا دايما بنسعى ليه، والحمد لله يعني اعتقد ان احنا ناجحين بشكل كبير جدا والحمد لله في هذا الامر، وكل دوت ارضاء للمنتفعين والاهالينا المزارعين في كل مكان. ان شاء الله يا رب دايما من نجاح لنجاح في مجال وزاره، طبعا في الخاص بوزاره الموارد المائيه والري، وده بمجهودات حضرتك وكل العاملين بالوزاره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس محمد احمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري كده.